بكلمات نجعلها تمهيدا بين يدي هذه الكلمه. فاقول الذي يسدي لك معروفا يفعل فيك خيرا يهديك ينصحك يوجهك يرعاك يحميك، ماذا يكون موقفك منه؟ الشكر والثناء أم الجحود والصدود؟ بلا شك أن العاقل هو من يعترف لمن أسدى إليه هذا المعروف بالجميل، والمعترف بهذا الجميل يقتضي منه أن يرد شيئا منه، يعني أن يبادل أحسن إليه. إذا كان بإحسان مكافئ فبها ونعم، وإذا لم يكن على الأقل بشيء من الإحسان ولا يسيء. هذا بادئ أدبته. الله تعالى يحبنا، ونعلم يقينا بأنه يحبنا، ولولا حبه لنا ما أرسل إلينا واحدا منا نعرفه ونعرف نسبه ونعرف صدقه وأمانته، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لولا حب الله تعالى كنا قطيعا مهملا بلا راعي، نتيه في الأرض تيهان لا حد له. فإذا الله تعالى يرسل إلينا راعيا موجها حاليا مبينا للحدود وللضوابط التي إن أخذنا بها فزنا ورب الكعبة دنيا وأخرى، إذا هذا خير كبير ونعمة كبرى. فالعرفان بها يقتضي متابعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كريم.